اليوم كنعلنوا على انطلاق المبادرة التضامنية ديالنا خطوة خير. خطوة خير اللي الهدف ديالها هو تعميم فوائد الانترنت للجميع. جسدناها في حركة بسيطة، خطوة خير ان شاء الله كبيرة لبلادنا. علاش؟ حيت كل مطلوب من المغاربة هما يولجوا الموقع الالكتروني خطوة خير .ema. كل كليك داروه اورانج كتلتزم باش تحولوا ل 10 ميجا رصيد انترنت اللي كاين ان شاء الله يعم فوائد الانترنت. 4 ديال الجمعيات معنا في هذه المبادره، وان شاء الله يستافدوا منها الالاف ديال المغاربه باش نزيدوا ببلادنا القدام ان شاء الله. يفو كليكي لو ماكسيموم، اجيو معنا هذا رمضان، نتجمعوا في الخير هذا رمضان حول خطوه خير .ema. حنا عوالين على المغاربه، اجيو ملايين ديال لي كليك بغيناهم، واورانج كتلتزم باش تحولهم رصيد انترنت. شكرا للجميع، وان شاء الله رمضان مبارك سعيد، ونتلاقاو في الخير ان شاء الله.